اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في قناتنا قناة ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. زي ما وعدناكم دايما لما بنتكلم عن موضوع لازم نعرف اخره. اتكلمنا في اكتر من فيديو على موضوع شيرين عبد الوهاب وعن اختفائها الغامض وعن اتهام حسام حبيب بشكل غير مباشر لمحمد عبد الوهاب اخو شيرين واتهام عائلتها كلها ان هم سرقوا حساباتها من على السوشيال ميديا وكمان ضربها بالنار في غرفة نومها. مش بس كده، وسح لها وقال عليهم ان هم ظالمين وان هم ما يشرفوش ان هم يكونوا اهله، وقال بعد كده ان تليفونه اتسرق والمحادثات دي اتاخدت ونزلت واتسربت على السوشيال ميديا، وقال لك المحتوى كل المحادثات دي محتوى حقيقي ومحتوى فعلا حصل، واتقدم بيه بلاغ عن طريق ياسر قنطوش محامي شيرين، اتقدم بيه بلاغ للنائب العام. انا بحكي لكم على الموضوع بسرعه علشان نشوف النهارده ايه اللي حصل جديد. بعد كده رد محمد عبد الوهاب وقال ان الكلام ده كلام قديم وان كلام حسام كله كده وان الموضوع ده انتهى قبل كده، وطالب الناس على السوشيال ميديا ما تتكلمش ولا تنشر الفيديو اللي نزله حسام. ولكن بعد كل ده قلنا فين شيرين؟ اختفت فين؟ ايه الاختفاء الغامض ده؟ حسام كان صرح ان هي بتتعالج خارج البلاد، وده امر خلى الجمهور يعتقد ان فعلا شيرين اتضربت بالنار وسافرت علشان تتعالج، وتقال اقاويل كتيره جدا كان من بينها خطوبه شيرين. كلام كتير واقاويل كتير ما حدش يقدر يصدق اي حاجه منها غير بكلام شيرين نفسها. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، شيرين هي اللي هتقول مين الظالم ومين المظلوم. يا ترى مين اللي ظلم شيرين؟ النهارده بقى معانا هتكون شيرين عبد الوهاب، ظهرت من جديد علشان توضح ايه اللي حصل. والمفاجأة الصادمة جدا هي انها بتأكد كلام حسام وان فعلا اخوها باعها، وبموجب توكيل قديم سرق كل حساباتها على السوشيال ميديا وما بتقدرش دلوقتي حتى تتربح منهم. مش بس كده، دي كمان عمل لها مشكلة مع شركة روتانا ونزل اغنية ما كانش ينفع انها تنزل في الوقت دوا، وتغرمت بسببها 8 مليون جنيه ومشاكل كبيرة جدا. هي هتحكي لنا على جزء منها، علشان كده عايز اقول لكم تعالوا نسمع من شيرين نفسها. وطبعا الموضوع طال جدا، في ناس طبعا بتهاجم ان احنا بنتكلم عن شيرين، ولكن شيرين لها محبين كتير يحبوا يعرفوا الحقيقه، والكل طبعا اللي بيحبوا شيرين تعالوا نسمع منها ونشوف. وانا حبيت اكد ان كلام حسام مظبوط جدا جدا، وان اخويا فعلا باعني، والتصريح اللي نازل ده نازل من محامي محمد شاعر اللي هو مستولي على السوشيال ميديا بتاعتي، وبالتوكيل انا كنت عامله له توكيل عام قديم مضاله ورقه او عقد بتخليه يحصل على السوشيال ميديا بتاعتي وبتاريخ موقعين بتاريخ قديم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ سبحان الله، تخيلوا ان في اخ واهل يعملوا في بنتهم كده. تعالوا نسمع ونشوف التصريحات الصادمه. فعلا كل كلام اللي قاله حسام مظبوط. انا ما بحبش اتكلم عن مشاكل الشخصيه دلوقتي، يمكن عشان ما اشغلش حد والناس ما تقعدش تقول احنا ما وراناش غير شيرين ومشاكل شيرين. فعلا بيتقال كده، كمان بيهاجمونا لما بنتكلم عنها، لكن في ناس بتحب شيرين وتحب تعرف اخبارها. بس لازم تفهموا ان في اغاني حلوه جدا 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 توم عاملها، وعزيز الشافعي ومديان، في حاجات طبعا يعني شوية حاجات بتخلص عشان تصريحات وأوراق وكده، عشان المشاكل اللي مع الشركة المنتجة اللي تخصني، اللي هي كمان في حد بشخصه قاصد يقعدني في البيت. فبنخلص الحاجات دي والأغاني هتنزل وهتعجبكم جدا جدا، وعايزكم ما تصدقوش أي حاجة من محمد عبد الوهاب، وبإذن الله الأغاني لما تنزل تعجبكم. أكيد كل الأغاني لما تنزل هتعجبنا. من إمتى شيرين بتعمل أغاني غير ناجحة؟ والحقيقة عايزة أقول لها رسالة، إن حتى لو أخوك أو أي حد من أهلك عمل كده فالجمهور كله أهلك. بس مشكور إن هو بيرد بالنيابة عن أهلي، هو اللي بيقول الحقيقة مش أهلي. وكمان عايزة أقول إن برغم إن المحكمة حكمت القضاء المصري بإن عقدي انتهى مع روتانا، هم لسه رافعين قضايا عليا وموقفين الدنيا كلها، بس أنا واثقة
في نزاهة قضاء بلدي. أنا آسفة إن أنا ممكن أكون بشغلكم بأخبار، بس أنا اضطريت لأن الحقيقة صحيت من النوم لقيت السوشيال ميديا مقلوبة. يعني أنا ما ليش دخل في اللي بيحصل ده، صدقوني أنا مش عايزة أضايقكم بأخبار، أي أخبار عني لا حلوة ولا وحشة. عايزة أقول لها إن إحنا مش بنتضايق ولا حاجة، بالعكس بنحب نسمع عنها كل خير. عشان عارفة إن كل واحد فيكم أكيد عنده هموم وعنده مشاكل، فمش مفيش في الدنيا غير شيرين، يعني ده اللي بيتقال، واحنا ما عندناش غير شيرين، كل شويه شيرين شيرين. صدقوني انا مش قصدي، وده دليل ان انا كنت ساكته الفتره اللي فاتت، ما بتكلمش في اي تصريحات ولا اي حاجه. بس عموما انتوا اهلي، وفعلا اثبتوا لي ان انتوا اهلي وسندي، وبتردوا غيبتي وبتقفوا لي. فكمان بعد اذنكم في بيان رسمي هينزل من مكتبي، مكتب استاذ ياسر الكنتوش، هيكون فيه كلام اوضح واي حاجه حصلت. ويا ريت ما تصدقوش غير البيانات اللي بتنزل من مكتب الاستاذ ياسر الكنتوش. وده اللي قلته لكم قبل كده، ان احنا مش هنصدق اي حد غير شيرين او المحامي الخاص بيها. دي بتبقى يعني تصريح مني شخصيا، غير كده دي اشاعات واكاذيب ما تصدقوهاش. انتوا عارفين طبعا مين هو اللي بيقول الحقيقه، مش اهلي. وطبعا لحد هنا زي ما بيقولوا وشهد شاهد من اهلها، يعني هي دلوقتي قررت ان اخوها هو الكذاب، وان حسام حبيب هو اللي بيقول الحقيقه. وعلى الرغم ان هم مطلقين، لكن طلع واتكلم ووضح الحقيقه. علشان كده بقى احنا بصراحه بنتمنى لشيرين في الفتره اللي جايه ان هي تتخلص من كل المشاكل دي، وان هي ترجع شيرين بتاعه زمان اللي بتنزل اغاني ناجحه والجمهور بيستمتع جدا باغانيها. الحقيقه الجمهور نفسه شيرين ترجع زي زمان بدون اي مشاكل اسريه او اجتماعيه، نفسنا بس ما نشوفش من شيرين غير الجانب الفني ومدى نجاحها، وكمان عايزين نشوف سعادتها، لان في الاول وفي الاخر الفنان لما بيكون سعيد بيقدر يقدم اعمال جميله، والجمهور بيحس ده من خلال اعماله الفنيه، وخصوصا المطرب، لان كل الاغاني اللي بيقدمها باحساس. علشان كده لازم احساسه يكون صافي واحساسه يكون عادي. نتمنى طبعا لشيرين في الفتره اللي جايه زي ما قلت لكم ان ربنا يسعدها. طبعا لحد هنا النهارده هنكون كده اطمنا عليها، وان شاء الله هننتظر البيان اللي هي قالت عنه من شويه. ولحد النقطه دي هنقول لبعض سلام، ولكن قبل ما تمشوا تسيبوني ما ننساش نضغط اللايك للفيديو، وكمان شير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. واهلا وسهلا طبعا بيكم، اتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنكم، اتمنى دايما ان اقدم لكم كل جديد. بشكركم مره تانية من قناه ياسمينة اليوتيوب واخبار النجوم.